المناظرات كتكلم على حقوق الضحايا امام تعاضد اصحاب بعض الهيئات المهنيه. يعني باش نكون اوضح، في المغرب بالرغم من الخطوات والانجازات الهامه اللي حققتها بلادنا في المجال ديال مناهضه العنف ضد النساء، وهناك بحث وطني كل 10 سنوات كتعطينا انه 57% من المغربيات كانوا ضحايا ديال شكل من اشكال الاعتداءات او العنف. وتقولنا بالبحث لأنه فقط 10% من نساء ضحايا العنف هم اللي كيشكاو أمام المؤسسات القضائية ولا الشرطة. ضحايا الاعتداءات الجنسية فقط 3% هم اللي كيتم تبليغ ديال الجريمات. وعلاش هاد الضعف؟ 97% من نساء ضحايا الاعتداء ما كيشتكوش. هذا راجع لكون المجتمع أو بعض المؤسسات أو الثقافة السائدة كتعامل مع النساء المشتكيات كأنهم ماشي ضحايا ولكن كأنهم معتديات. بالأخص ملي كيكون مرتكب فعل جرمي كينتمي إلى واحد الهيئة عندها موقع في المجتمع، كيكون واحد نوع من التستر على الجريمة.